faço quando eu não tenho mestre?
انك عملت عضله هنا امبارح كان اسمها لونج هيد وعضله جاي من هنا كان اسمها شورت هيد، ويضاقوا العضلتين هنا بيعملوا لي عضله محترمه كده كان اسمها بايسبس، صح ولا غلطان؟ انا الوقت ضغطت على مين؟ ضغطت على مصر الكوتينس ما عادش حد شايفه، ولسه النهارده بتقول لنا في عضله موجوده في النصف التحتاني ده كان اسمها ايه؟ براكيالس، ما غطيتش على اللون الاخضر، معناها ايه؟ معناها ان النرف ده بيسحب نفسه بين تو ماسلز البايسبس والبراكيالس على ان يكون الديسند بتاعه والنزول بتاعه داون وورد انتيلاترالي، يعني هو نازل بياخد انحلاقه لاترالي ويقولوا بيخش في جاب بين العضلتين دول. اذا باختصار يا دكتور انت عايز تقول ان الماسكولو كوتينيوس عمل حاجتين اثنين، واحد انه اخترق مين؟ الكوراكو براكيالس، بعد ما يخترقها يطلع منها يلاقي نفسه تحت مين؟ ديب لمين؟ للبايسبس. خلصت هنا، دخلنا على البراكيالس بقى سوبرفيشال للبراكيالس وديب للبايسبس. كل ما بنقرب لمنطقه الكيوبيتال فوسا كل ما العضله دي بقت تندون، العضله دي هتبقى تندون، هتبقى التندون بتاع البايسبس، والعضله دي هتبقى التندون بتاع البراكيالس، صح؟ اجي ادور انا على الماسكولو كوتينيوس ما اشوفوش هنا في منطقه الفور ارم، انت وصلت هنا للالبو، يعني امشي معايا كده، دي منطقه الالبو اهي، كده الفور ارم هيبقى هنا اهو. العصب اللي انت شايفه ده في وسط عضلات ولا مش في وسط ماسل زي عضل النيرف ده؟ في وسط ماسل ولا انا غلطان؟ عشان يطلع من هنا ويبقى تحت الاسكان لازم يعمل ايه؟ يعمل بيرسل اللي عليه، مين اللي عليه في الوقت ده؟ يعني هو كان ماشي بين البايسكس والبراكيالس ورايح لاترال، بس لقى الاثنين البايسكس بقى تندون يعني كشفته والبراكيالس بقى تندون، وهو بيدسند لاترال رايح للاترال ليه بيكوندايل. اللي عليه في الحته دي الديب فاشيا خلاص العضلات كشفته. عند اللاترال ليه بيكوندايل يطلع لفوق. يلاقي الديب فاشيا عليه، فيعمل بيرس لمين هنا؟ للديب فاشيا، يعمل بيرس للديب فاشيا هنا، ويبقى تحت السكن مباشرة ويفضل ماشي تحت السكن حتى يصل الى اخر حته هنا في الريست، لو كبرتها وجيت هنا ادي الار فور ار، وهخش هنا على السم وادي الهاند. لو بصيتوا في ايديكم هتلاقوا الحته دي في ايديكم اسمها البول اوف ذا سم، بول قبه او القبه بتاعت السم. يفضل العصب اللي انت شايفه ده نازل لغايه ما يوصل للبول اوف ذا سام ويجيب سنسيشن من المكان ده كله، يعني من اول ما يجي عند اللاتر اللي بيكون دايل لغايه ما يوصل عند البول اوف ذا سام. اسمه ايه؟ بيتغير اسمه الى لاترال كوتينيوس نير اوف ارم. انتوا قبل كده خدتوا فيه واحد كان اسمه ميديا كوتينيوس نير اوف فور ارم. ميديا كان جاي منين؟ يا ناس يا بتوع البريكر بليكسس اللي قعدتوا خدتوا حقوق فيها. كان في حاجه اسمها ميديا كوتينيوس اوف ار وميديا كوتينيوس اوف فور ار. يبقى انت دلوقتي في الفور ارم عندك في كام واحد كوتينيوس للحظه دي؟ لاترال كوتينيوس اوف فور ار وميديا كوتينيوس اوف فور ار. مش لانه كوتينيوس واسمه لاترال يبقى على المارجن، لا بياخد المارجن وياخد حتتين، حته من قدام وحته من ورا، يعني ياخد ايه؟ حته كونكيف كده، يعني غطوا لي السنسيشن في الفرونت وغطوا لي السنسيشن في الباك وغطوا لي السنسيشن في الميدل وغطوا لي السنسيشن في اللاترال. اللي عايز اوصله العصب المحترم بتاعك الماسكولو كوتينيوس كان ماسكولو ثم بقى كوتينيوس، لكن لما بقى اسمه كوتينيوس اتغير اسمه، بعد ما اسمه ماسكولو اللي تحت كوتينيوس، الكوتينيوس له اسم، اسمه ايه؟ من عند اللاترال ايبيكوندايل حتى ونزلنا الى البول اوف ذا سام اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ار، اوف فور ار مش ار. انجري اضرب العصب ده انجري اوف ماسكولو كوتينيوس نير، اما ان ينضرب في الاكسيلا او ينضرب في الارم نتيجه فراكشر في الهيومرس اكسيدنت ولا فول من مسافه بعيده ولا اي مصيبه حصلت له. اذا حصل فراكشر في الهيومرس وهو انصار ايه اللي هيحصل؟ بدور انا على يا ترى ايه كانت برانشاتو موتور وسنسور سيكوم الجينيفر ده موتور لمين؟ يبقى هيحصل باراليزس في العضلات اللي انت اوريدي عرفت ان هو بيديها سبلاي. هو كان بيدي سبلاي لكام ماسلز؟ ثلاثه، الكراكو براكيالس والبراكيالس والبايسبس، يبقى هيحصل باراليزس للثلاثه ماسلز دول. سنسوري لوست،
سنسري لوست منين؟ من اللاترال اسبكت اوف فور ار. لما نيجي نعمل له اكزامينشن في المكان ده بتبص هيبقى مش هيحس، يبقى ده سنسري لوست والموتور لوست. نرجع تاني البرانشات كنت انت قلت لنا عليها، ده موتور وده سنسري، ايه الجينيكولر ده؟ بسال نفسي مين الماسلز اللي خارج منه؟ ثلاثه، كوراكو براكياليس وبراكياليس. انا معين الكلام اهو، كوراكو براكياليس وبراكياليس والبايسس. الماسلز الثلاثه دول شغالين على اي جوينتس؟ على اثنين، شولدر فوق ريلبو تحت. هذا هو القانون اللي اسمه هيلتونز لو، وبيقول ان النيرف سبلاي لاي جوينتس، اي جوينتس هو ذا سيم نيرف سبلاي للماسلز ويتش اكتنج اون ذيس ان ذيس ان ذيس جوينتس. يعني الجوينتس اللي عندك اسال نفسك مين الماسلز اللي اشتغلت عليها، ارجع اسال نفسك مين النيرف سبلاي للماسلز دي، هيبقى هو نفس النيرف سبلاي للجوينتس. وبالتبعي انا عندي ثلاثه ماسلز دول شغالين على تو جوينتس ولا لا؟ نعم. الثلاثه دول واخدين من نيرف واحد اللي هو مين؟ ماسكولو كوتينيوس. يبقى النيرف سبلاي للشولدر وللالبو الماسكولو كوتينيوس احد النيرفس ليهم. ليه؟ لان الشولدر والالبو في عضلات ثانيه بتشتغل عليهم بتاخد من نيرفات ثانيه. بدليل فاكرين عضله قلناها كان اسمها فليكسور كارب، مثال صح؟ فليكسور كارب الناس لما دي شغاله هنا وبتهب الفليكشن هنا ودي بتاخد من القمر نير. وصلت؟ وصلت؟ نعم. انا بقول انا بدلعك، انا بعاملك يا دكتور، ده بيعاملك يا راجل اسحاري. عايز تبقى فقير اديها، عايز تفهم انا ليه درست الماسكولو كوتينيوس لازم اشوف الكلينيكال ابلكيشن بتاعته. وستتذكر كلماتي هذه بعد كده في محاضره كبيره هتنزل لك اسمها نيرف انجريز، هتتلم حاجات كتير، لكن وانت في وقتها هتبقى سمعت الدكتور عبد الرحمن ان كان في عندي انجري وكنت بعرف ازاي اتكلم عليهم. هيبقى سهل ولا صعب في الوقت ده؟ انت تعبت الوقت لما سمعت مني المعلومه دي؟ ساعات تحبش حاجه؟ سايب ايدك صح؟ عايب ولا مش عايب؟ عم عايب. ميديا نير انت ما كنتش ولا خلينا خلص لكم الامر الاول. ما كنتش غير ما بفكر ان انا اذاكر فيه. مش انا قلت لك ما تفتحش الكتب ورايا؟ اللي بيفتح كتاب ورايا بيتعب. ليه؟ عشان انا ما اعرفش الكتاب ده فيه ايه بصراحه. انا قلت لك انا بقالي فتره طويله مسافر. عارف اللي بيقول لك ايه من الدار للنار؟ فانا مش عارف ايه الترتيب اللي عندي. انما انا عارف حاجه اسمها اناتومي. روح قول لهم الار، روح ارمي لهم الفور ار. وصلت؟ فانا علي اعمل ايه؟ انما لو جيت تمشي ورايا لا ده ميديا لا ده، وبعدين في مصيبه ثانيه حصلت انت هتحملها لي ليه؟ مش انا قاعد انزل واطلع؟ ليه بنزل واطلع؟ ها؟ ها؟ ليه بنزل واطلع؟ ليه مره فور ار ومره ار؟ عشان انت قلت لي ما خدتش اطار. ذنبي؟ والله المختار يا جماعه. انا بتكسر وانت بتتكسر معايا. لكن انا عارف ان وكيل عليك ان انا اطلع من النار بنزل تحت بنزل تحت. المفروض الحاجات دي خلصت. اشتغل انا فور ار مصر وكوتينيا سير. عارف النهارده كنت هقول ايه؟ لاتر الكوتينيا سير وفور ار. الحته اللي تحت دي. على اساس ان المصر وكوتينيا سير داخل في الارض. مش عارف انت معايا ولا بس انا عارف ان انا بسرقك وانت مش حاسس ان انا بسرقك، بس لو بتروح البيت تلاقي نفسك اتقلبت تماما، مش اتسرقت بس اتقلبت. والراجل ده فسحني وخدني كده في حته عاليه، روقني وانا طوحني. انا بعمل فيكم كده باختصار. العصايد صعبة قوي. الله منير. المفروض انا بتكلم على الله منير بتكلم عليه في منطقتين صح؟ في الار، في الفور ار، في الهاد. زي مصر الكوتينيوس، بس الحمد لله المصر
جزئين او في ثلاث مناطق، الارض ان فور ارض ان ذا هاند، بس انا هاخده على بعض سلخه واحده هشفيها حته واحده. رود فاليو، اول حاجه في اي نيرف اتكلمنا هنقول هنتكلم عن الرود فاليو بتاعه ده بيطلع منين الانر نيرف؟ من الميديال كورد، وراجع على اللي انتوا عارفينه، ميديال كورد معموله من سي 8 وتي 1، يبقى الرود فاليو بتاعه سي 8 وتي 1 وساعات تخش معاهم سي 7. يعني اللي يكتب سي 7 8 تي 1 صح، اللي يكتب 8 1 صح، ده الرود فاليو. اثنين، كورس وريليشنز. كورس وريليشن فين يا عمنا؟ في منطقتين، في الارض وفي الفور ارض. برانشز، البرانشز بتاعتك يا اما هي تبقى موتور يا سنسوري يا جينيتور. انت مش معايا ليه؟ الموتور والسنسوري والجينيكولا في منطقتين، يا في الارض يا في الفور ارض، صح ولا غلطان؟ اخر حاجه بتكلم فيها على مين؟ الانجن. هتقول الروت فاليو عرفناه، كورس وريليشن بشكل بسيط جدا برضه. مين دي يا شباب؟ حد سأل حاجة، مين دي؟ مين دي؟ ايه الهمهمة دي؟ في ايه بس ونقول؟ في حاجة مزعلكم؟ والله لو أنا مزعلكم والله هقلق أصحابي على البتاع ده وأمشي. في حاجة مزعلكم مني؟ طب ايه الهمهمة دي؟ انت سمعت ايه؟ اللود كتير عليكم؟ طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ وانت ذنبك ايه؟ انا عارف، بس والله 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 اللي حصل انك انت تبقى ماشي بطريقة معينة وبتاخد مثلا حتة قد كده في محاضرة، انا عارف انك هتستوعب، بس انت كنت لسه جاي من المدرسة وبعدين دخلت الجامعة. لو دخلت على واحد زي الدكتور عبد الرحمن هتتصدم ومش هتكمل الطب. انما الدكتور مدحت راجل دمه خفيف وبيقول المعلومة بالراحة واحدة واحدة، لأنك لسه جاي. أنت خلاص بقيت الدكتور رجليه. تعالى لي يا حلو بقى. معايا؟ وبعدين أنا عايز، أنا مش بكلمك أنت، بكلم الكل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، لما اكون داخل على بريكيا بريكسس وصلت وترانكي والكورني مش عارف قد ايه، وبعدين اخش على العضلات دمها خفيف، انك اخش مره واحده الاقي نفسي غرقت كده في بركه، بركه من الواحد اسمها فيكتور دكتور اسمها فيكتور وبروفيسور دكتور اسمها فيكتور دكتور اسمها فيكتور. لكن لو فضلنا ماشيين بالمعدل ده في طالب بقول لكم جالي بيقول لي هو الابر ليمب مش احنا هنفته طول السنه؟ انت ليه سريع كده؟ ده تأكيد هندي. قمر ايه اللي اخده طول السنة؟ قال لي امال ايه؟ مش القمر ده اللي بنفسه في سنة أولى؟ قلت له يا حلو الحية يا جميل. يا حلو. ده القمر المفروض يخلص قبل نهاية الترم، بعد كده هتاخد سوركس وبعد السوركس الأور ليمب والأور ليمب والقمر والسوركس معاه جنرال بيولوجي. وكل ده اسمه دلع. انت ما شفتش الدقايق ورا الهيد والنك والنيورو اناتومي والابدومين والبلفس والسبيشال يا ابني؟ اتعقدت ولا لسه؟ اكزيلري ارتري سيرز برضه، ده اكزيلري ارتري، حط لي الكوردات بتاعتك الثلاثه برضه.
الكلام اللي عليه النهارده. الميديا الكردي ايه البراشات اللي بتطلع منه؟ انت عارفين الميديا الكردي نفسه فارم والميديا الكردي نفسه فور ارم والميديا الروت اللي بيعمل كروسنج على السير دلوقتي اكزيلا النهارده، صح كده؟ صح؟ وهو نفسه الميديا الكورد يو كونتينو اس النر نيف، يبقى النر نيف كونسيدر اس ا كونتينويشن اوف ذا ميديا الكورد. بداية منين؟ على السرد برضه اكزيلري ارك. مش احنا لما شفنا الاكزيلري ارك وفاكرين واحنا بنرتب الثلاث كوردات، قلنا بنرتب الثلاث كوردات بناء على اسمائهم، يعني اللاترال لاترال والميديال ميديال والبوستيريور بوستيريور، حصل ولا ما سمعوش الكلام ده؟ اذا لما تسحب عصب معاك اسمه النر نير جاي من الميديال كورد، السؤال الميديال كورد كان ميديال للاكزيلري ارك السرد بارت، اذا النيرف اللي انت هتسحبه منه هيبقى ميديال ولا هيبقى لاترال للاكزيلري ارك؟ جميل جميل، انزل انت نازل اهو وميديا لمين؟ اكسلر ده ولا بريكل؟ ما تغير اسم اذا الامر نير، الامر نير بيديسندنج ميديا للسيرد بارت اكسلر ارتري، سيرد ميديا للبريكل ارتري على ان يكون الاكسلري بين ميديا لي، بمعنى ان هو يقع ما بين الاكسل ما بين البريكل ارتري والبريكل بيتس. مفهوم كلام الاكسلري بين؟ مفهوم كلامي؟ بس انا مكبره شويه. يعني باختصار النيرف بتاعي بيقع ما بين الارتري والفين، الفين بالنسبه لنا ميديال ميديال ميديال، والارتري بالنسبه لنا دلوقتي لاترال، هو ماشي بين الاثنين. كلكم عارفين ان انا عندي نيرفين جايين من هنا، واحد اسمه ميديال كوتينيوس فور ارم، واحد اسمه ميديال كوتينيوس اوف ارم، صح ولا غلطان؟ الاثنين دول واحد فيهم يبقى ميديا للبين، وواحد فيهم يبقى بين النير وبين البين. مش هطول في دي كتير، خلينا احسن في النير بتاعك، خلينا في النير. راح فين النير؟ اهو جينا هنا في النقطه دي، النقطه دي بتساوي الميد بوينت اوف ذا شافت اوف ذا هيومرس، يعني النقطه دي نقطه النصف اللي هي بتساوي نقطة الانسيرشن اوف كراكو براكيالس، اللي هي بتساوي نقطة الانسيرشن من بره الدكتور. ايه اللي بيحصل عند النقطة اللي انت وقفت عندها ده؟ النيرف ده بيسيب مكانه في الانتيرو كومبارتمنت ويعمل بيرس للفاشيا اللي هي اسمها انتر ماسكولار سيبتم ويديسند في الباك. يلاقي الميديال ايبيكوندايل رايح وراها. لسه وراها. نيجي هنا بقى ونظهر الحتة دي شوية. ونشوفه هيعمل هنا ايه وانتوا هتفكروني. دي الميديال ايبيكوندايل والتروك هو نازل من ورا. فكروني كده، في عضله كانت طالعه من هنا ونازله كده. هتقولوا لي ده مش عضله واحده، ده احنا عندنا خمسه ماسلز. بس انا هنا على الميديال مارجن الحياه ده، قصدك على مين؟ قصدك على الفليكسور كارفيال نيرفز. كانت العضله طالعه بالتين هيد. هيد طالع من الكومن فليكسور اوريجن، وهيد كان جاي من عند الكورونويد بروسيس ولا من الاوليكرين بروسيس؟ يا ساتر، طب انتوا حلوين اهو، امال عايزين ايه؟ ده انتوا فاكرين اذا كانت كورونويد ولا اوليكرين؟ يا ساتر، ما حدش بيعرف يحمد ربنا ابدا. مفيش حل، يا الله. يبقى جايه من عند هنا من ورا في هيد، انا هفصلها شويه كده وهعتبر ان دي انر هيد ودي هيومرال هيد، عشان يعملوا لي العضله الحلوه الجميله اللي اسمها ها فليكسور كاربي النيرف. يجي النيرف المحترم ده جاي من خلف جاي في البوستير كومبارتمنت، ماشي ورا، يجي من هنا عند الميدل ايبيكوندايل ويجي من البوستير كومبارتمنت عايز يطلع للانتيرو كومبارتمنت، يلاقي فيه فتحه بين الاثنين هيدز اوف ذا فليكسور كاربي النيرف، يقوم داخل بتوين التو هيدز، ظهر هنا، يفضل ماشي ديب للفليكسور كاربي النيرف. الشاطر فيكم يقول لي لو نيرف مشي على او تحت الفليكسور كاربي الناس ده الغطا بتاعه متغطي بالفليكسور كاربي الناس، امال ليه المرتبه اللي تحته؟ فليكسور فيجيتورم بروفاندس، برافو عليك. انت عايز اللي ما عرفش وضح لي الصوره هنا يا دكتور. ماشي حاضر، ادي الرينيوس وادي الارنا سوبرنيتور هيل. ننزل كده، فاكرين الانتروسس ميمبرين؟ اه فاكرين امبارح ولا اول امبارح كانت الراديوس مطلع منها عضله
اسمها فليكسور بولشس لونجس كانت انحاف. والان انا طلعت منها من القبر ثلاث ارباع ولا القبر ثلثين منها، كان طلعت منها عضله هنا اسمها فليكسور ديجيتورم بروفاندس. الكلام ده على البول ولا مش على البول؟ الكلام ده كان فين بالنسبه للسوبرفيشال جروب ماسك؟ ده دي المجموعه السوبرفيشال اللي انا عاملها اسهم هنا اهي. مين الاسهم اللي عندك فوق؟ انت كنت جاي من هنا بالبرونيتور تيرس فليكسور كاربي راديالس بلمالس لونجس فليكسور ديجيتورم سوبرفيشالس. اخر عضله هنا كان اسمها ايه؟ اهي 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 مين دي؟ يبقى انت لو انت مشيت بالفليكسور كاربي النارس يبقى انت الوقت النرف بتاعك بين الفليكسور كاربي النارس والفليكسور ديجيتورم بروفاندس. يعني انت عشان تيجي من ورا وتخش قدام استاذنت مين؟ الفليكسور كاربي النارس. فيها بوابه، فتحت البوابه طلعت منها. هي قدام ولا في الخلف الفليكسور كاربي النارس؟ هي قدام. انت طلعت بتوين التو هيدز اسحب تحتيها، لو سحبت تحتيها اوتوماتيكالي هتبقى على الديجيتورم بروفاندس. فاهمين حاجه؟ لازم تكونوا فاهمين. انزل معايا بقى انت النيرف ده وصل لغايه الهاند. نزلني لغايه الهاند يا دكتور. يا واحد. نزلني للهاند، ايه اللي حصل عند الهاند تحت؟ يا الله على الهمهمه. عايزك انت معايا تقولي لي مين
ليه نقطته؟ لانه في البوستير كومبارتمنت. هو كان في الانتيرو كومبارتمنت امتى؟ في الابر هاف. لما نزل بالاكسل لو نزل بالاكسل مع اول البريك الاخري كان هو بالنسبه له في الانتيرو كومبارتمنت. لما وصل لنصف الشاف الميد بوينت اوف ذا شاف اللي هي نقطه الكراتو براكيالس انسيرشن كان قدام وراح للخلف اهو كان قدام راح للخلف يجي هنا عند الميد اللي بيكون دايت يمشي وراه يبقى ماشي خلف مين؟ ميديا اللي بيكون دايت هيكمل الضغط على طول في البوستيرو كومبارتمنت هيبقى في الخلف في الباك ولا عايز يجي في الفرنت يلاقي مين قدامه؟ العضله دي زي ما انتم شايفين ايه دي بتبقى عامله كده ده الهيومرال هيد وده الارنر هيد هو يوم داخل كده شايفين عامله ازاي؟ ده مين؟ هيد ودي مين؟ يخش بينهم لو دخل بينهم هيمشي منهم هيجي في الانتيرو كومبارتمنت لما يجي في الانتيرو كومبارتمنت العضله دي انا هقطع فيها انا اسف العضله دي اللي هي الفليكسور كاربي النارس دي هقطع فيها وهبص على الارض وهسالها مين العضله اللي طالعه منك من تحت في المكان ده؟ هتبقى العضله بتاعتها هي هعمل جزء منها وهتعمل من تحت اربعه تندون وواحده كمان من الانتر اوسيوس ممبرين. مين العضله اللي انت راسمها تحت دي؟ فليكسور ديجيتورم بروفانكس. فاذا جه من الخلف وعمل بيرس بتوين التو هيدز اوف برونيت التو هيدز اوف فليكسور كاربي النارس يدسند ديب للالنارس على البروفانكس. طيب بيتك تاني. بص يا حبيبي ده سهل قوي. تعال. ايوه تعالى. علك تستفيد. ايوه من ورا كده ايوه اديها كده تعالى لي كده تعالى. انت عارف انا هستفيد لان انا لقيتك لابس نص. فانا تعالى ده انت كده حلو قوي. معلش انا بعمل على ايدي مفيش مشكله نغسلها بس. ماشي. مش هنقول على كده قدام ولا ايه؟ يا عيني بص في عنده واحد كبير بايسكس هنا أربعة بايسكس لو شلت البايسكس هنا في النقطة دي بالظبط كده النقطة دي النقطة دي النقطة دي النقطة دي in the middle of the shaft of the humerus اللي هي النقطة اللي هي عندها الانسبشن بتاع مين؟ كرات البراكيالس. تكتبش. هو في المكان ده بيبقى ماشي تحت البايسبس زي ما قلنا وتحتيه البراكيالس هنا وموجود ميديا للبريكال ارت. في النقطة دي بيعمل بيرس للسيرتم اللي هو زي ايدي كده ويخش منه ويبقى في البوستيرو كومبارتمنت. حد شايفه كده هو؟ انتوا شايفينه من هنا دخل هنا هيخش هنا مع حاجات تانية هيكمل هنا في الباب مش كده؟ لغاية ما نيجي هنا الهمرس بتاع زميلكم اهي ده الميديا اللي بيكون دايل بتاعته هنا والتروكيا بتاعته بالظبط مكانها كده اهي والكابيتولا اهو بص عمل ايه؟ لو لا ده راجل مضحي وبولنتير محترم عشان خاطر في الكاميرا بصوا كده معايا هنا ماشي ميم كده ورا السيستم ده لغاية ما يجي عند الإيبيكوندايل دي. عند الإيبيكوندايل دي هو في الباب. هنا في عنده عضلة اسمها فليكسور كاربي النارس. ليها هندين كده من قدام. أنا من ورا أهو لقيت عندي حاجة اسمها إيبيكوندايل. شوفوها في البيت هتلاقوا فيها حروف كده من وراها. يقوم داخل هنا كده. في هيد كده وهيد عالية شوية. الهيد الواطيه دي الارنر الهيد العاليه دي الهيومر يقوم داخل كده
يبقى ماشي كده. الهيد اللي فوق دي مين؟ والهيد اللي تحت دي مين؟ دخل بينهم ولا لا؟ سمعتوا انت يمر الهيد ولا انر هيد؟ المهم العضله دي مين؟ فليكس كيرف يا ناس بقى ماشي تحتيها. مين اللي تحت هنا في المكان ده؟ الديجيتال بروفاندس هيبقى ماشي ما بين الانارس والبروفاندس، يجي عند الريس يلاقي نفسه سوبرفيشال، يخش الهاند ينقسم سوبرفيشال اللي فهمت حاجه؟ اوعى تقول لي ما فهمتيش، هجيب الليند وارسم على جسمي. صحيح ما فهمتيش؟ حقها يا جماعه، حقها. بص ايه لا؟ استنى بص يا حبيبي استنى بص هو الدروب فين بالظبط؟ ازاي جه من الباك للفرنت؟ انا عايز اعرف الدروب عندك فين؟ هفهمك تاني. ايه المشكلة بقى في النرف ده؟ انت كلمتنا دلوقتي. السلام عليكم. السلام عليكم. ها؟ فرانسيس اوف ذا اونر نيم، الفرانسيس بتاعه. وهو في الارض. برانشز اوف ذا اندر نير في الارض. نو برانش. ما بيديش برانشات في الارض. ماشي؟ سهلة دي؟ ان فور ارض. ان فور ارض. هيديك مصر وسنسوري وجنب مصر لمين؟ هو الواد مش ولا ايه؟ هو مش ايه؟ لقيت واحد لابس اسود مش ولا ايه؟ مزاج وراه. والله افتكرتك سعيد. اوعى تزعل. عشان زمايلي. عشان الغربان اللي واخد تعمل. انت ابوك برضه. كنت بقول ايه؟ الامر نير في الفرقه. خلاص انت قلت لنا في الارض ومش في الانشات. دخلتني في الفرقه. استنيني بس شويه. دخل في الفرقه. موتور سنسوري جينيكول موتور لمين؟ مين العضله اللي مغطياه؟ مش معقول يا جماعه تبقى مغطياه ما تاخدش نيرف سبلاي منه يبقى فليكسو كارب انالس مين العضله اللي تحتيه؟ يديها كلها ولا يديها نصها؟ الله النص الميدل ولا النص اللاترال؟ يا سلام عليكم يدي حاجه تانية هنا؟ هم عضله ونص ده الموتور سنسوري وهو هنا ولسه في منطقه الفور ارم خلي بالكم اللي جايه دي ينفصل منه برانش يمشي سوبرفيشال للريتيناجل هو كمان البرانش ده كوتينس سنسر اسمه ايه؟ ده الامر نفسه بلمر بلمر يعني رايح لمين؟ كوتينس يعني رايح لمين؟ برانش اوف اندر نيم مش كده بس وهو في الفرقه نخلي ده عالي شويه معلش اسمحوا لي اطلعه فوق شويه ده البالمر كوتينس من نص الفور ارم تقريبا يطلع منه برانش تاني يبقى في الفرنت يمشي ورا الارض يروح للباك ويمشي في الباك ويروح على الدورسال اوف ذا هاند من ورا يعني ايه الكلام ده بقى؟ ايه العك ده؟ مش احنا اتفقنا ان هو ماشي هنا على الريتيناكرم ولا ديب للريتيناكرم؟ كان ماشي فين؟ اهو وهو تقريبا في التلت السفلي من الفرقه يطلع منه برانش يمشي بدل له يقطع الفليكسور ريتيناكرم ويخش على البالم اوف ذا هاند اسمه بالمر كوتينيوس برانش وتحتيه مباشرة يطلع منه برانش تاني يلف على الهاند على الفور ارم للخلف وينزل على الباك اوف ذا هاند ويخش على الهاند اسمه دورسال كوتينيوس برانش اوف هاند يبقى وهو في الفور ارم ولا اللي في الهاند طلعت برانشات الكوتينيوس طلعت وهو في الفور ارم وهو فوق الريست طلع منه الاول اللي هو البالمر كوتينيوس وبعدين طلع منه الدورسال كوتينيوس ده وده رايحين لمين؟ البالمر كوتينيوس البالمر كوتينيوس يعني بالمر بقسم انا البالمر بتاعي
وصوابعي من خط بيمر خلال الرينج فينجر كده. تمام؟ بالخط اللي بيعدي من الرينج فينجر بتتقسم الهاند الى تلتين لاترال سبع كيلو وتلت ميديا وتلت صوابع ونص لاترال وصباع ونص ميديا. الكلام ده ان شاء الله في الهاند بس عرف التقسيم. وفي الخلف برضو بقسم الخلف من الهاند الى دورسال اوف ذا هاند تلتين وتلت، باك اوف ذا فينجر تلاته ونص وواحد ونص. وصلت التقسيمه فهمتوها؟ انا ما وقفتش نولج. التقسيمه دي عرفتوها؟ كل واحد يقدر يحط في ايده من قدام يعدي من خلال الصباع الى كام؟ اربعه. قسمت ايده الى كام جزء؟ تلتين وتلت وتلات صوابع ونص وصباع ونص. ومن ورا تلتين وتلت وتلات صوابع ونص وصباع ونص. الباك ماركوتينس اسمه بالمر ولا ديجيتال يديني الميديال وان سيرد. ما هي بقت وان سيرد لو انت حطيت الخط زي ما حطيته كده. قسمت ايدك لكام جزء؟ تلتين وتلت. النرف اللي انت سميته بالمر كوتينيوس ده يديني الميديال وان سيرد اوف ذا بالم اوف ذا هاند. امال الدورسال بقى اللي انت قلت عليه كوتينيوس يديني برضه الميديال وان سيرد اوف ذا باك اوف ذا هاند ويزيد عليه السكين اوف ذا فيرست اللي هو ده الخامس. السكين اوف ذا فيرست والسكين اوف نص الرابع كله ولا اول عقلتين منهم؟ اول عقلتين. يعني النرف اللي انت جايبه من ورا ده هيغطي لي السكين بتاعت الفينجرز كمان من ورا، يغطي السكين اللي على اول عقله واللي على ثاني عقله، ما يديش السكين اللي على التيرمينال فالكس. انما من قدام وصل للديجيت ولا وصل للبالم بس؟ ولما جينا بالخلف ادى الديجيت ولا ما اداش؟ اداها كلها ولا ساب اخر ديجيتس؟ يبقى اداني الفيرست اداني في هاند واداني الديجيت السكن اللي على الفيرست فالكس وعلى السكند فالكس، انما السكن اللي في ظهر السكند فالكس ما اداهوش. كلامي واضح؟ لو ضربت بقى المنظر نير ايه اللي هيحصل؟ اضرب المنظر نير موتور لوس سنسوري لوس. موتور لوس فين؟ لكام عضله؟ اللي هم مين؟ فليكسور كاربي انانس ونص البروفاندس. هيعملوا ايه يعني دول؟ انا بتكلم لغايه دلوقتي الانجل لغايه هنا، بعد كده في قصه ثانيه. هنا ايه المشكله لما يحصل الاثنين دول حصل لهم باراليزس؟ مش هيعرف يعمل فليكشن؟ هيعرف يعمل فليكشن، ولكن هو بيعمل فليكشن ايديه هتروح هتعمل ابداكشن هتروح لبره. ليه؟ لان الانانس كانت بتعمل فليكشن مع ابداكشن، ولما بقت هفق وخدت على قفاها قامت الرادياليس اللي من الناحيه الثانيه خدته في الريست في الفليكشن وخدته في الابدكشن متغلبه على الشلل اللي حصل في الانارس اللي كانت بتعمل له ابدكشن. اجيب الدبوس وشكشك الراجل بدي حاجه في الارض بدي حاجه في الفور ارم هنا لا بدي حاجه هنا. لو عملت اكزامينشن للسكين في الفور ارم هيحصل مشكله، لكن لو مسكته وشكشكته في التلت ده هيحس بيه ولا مش هيحس بيه؟ لو الاصابه من فوق كل ده راح يبقى هيحصل سنسوري لوس في الميديا وان سيرت اوف ذا بالم اسمه بالم، ويحصل برضه سنسوري لوس في الميديا وان سيرت اوف ذا دورسال اوف ذا هاند والسكن اللي على الخامس والرابع اول عقلتين تاركه اخر عقله. هنعرف بعد كده جاي منين. سؤالك ايه يا قبلك؟ ليه ذا سيرس؟ يا هلا انت صغنونة وقد كده وصوتك قد العصفورة مش سامع منك حاجة. علي صوتك يا بابا قوي. الله ينور عليك. مين يا ليه؟ صح انت. انا هنا عندي الالماس. السوبرفيشاليس هنا. النيرف ميديال اكتر. عارفه النيرف اللي هيجي اسمه الميديال نيرف هو اللي هيبقى تحت السوبرفيشالز. انما لان احنا على الحافه، الحافه هنا عليها الالماس تحتها البروفاندس، السوبرفيشالز لاترال شويه. مالهاش علاقه بالسوبرفيشالز. سؤالك يا حبيبي. سوبرفيشال هيحصل مشاكل تحت الهاند. لما ندرس بقى ايه بيدينا في الهاند
لا ده سكين بس. مش انا هنا طلعت منه البرانشات اللي انا مطلعها دي ده مطلعها منه وهو في الفور ارم. هو نفسه لما بيخش الهاند بيديني اتنين ديفيجن جوه. لا اللي فوق دركو دي هو جلالة قدره لما يخش الهاند بدي بلاوي بلاوي. بدي الصين الرهيب وصير الولام بريكز ده بدي اكتر من 19 عضله. ده هنا انما انا ليه مفروحه انا سايبه تحت في الهاند. يشقطك اللي بعد ده يديك الهاند ويقول لك بدي مين في الهاند. انا اخري معاك هنا. انت صح البرانشينيا بالدور اللي انت قلتهم دول دول كوتينيوس طالعين منه وهو في الفرقه. انما هو لما دخل الهاند لما دخل الهاند عمل ايه؟ انقسم هو جوه الى سوبرفيشال ولين. ايه بيعملوا ايه؟ وبدوا لمين؟ يا حبيب قلبي ده لسه قصه. كيف دخل الألنر نير من الأرض
تخش بدوير التوهز تبقى هز عليه وهز تحتيه. لو دخلنا هنا في المنطقه بتاعت الفور ارم هقولها المره الجايه هيبقى متغطى بعضله السوبرفيشال. مين العضله السوبرفيشال الكبيره العظيمه اللي في النص في المكان ده بالظبط كده واكبرها كده كبيره قوي كده كبيره قوي قوي قوي؟ مين العضله دي؟ فليكسور ديجيتورم سوبرفيشالز. هو هيبقى اديب ليه؟ انا مش عايز ده النهارده، انا عايز اقول كيف دخل الى الفور ارم بتوين التويز وبرونيتور تيمز. وهو في المنطقه بتاعت الارم، تفتكروا مين السوبرفيشال لوك ومين الديب لوك في الكورس اللي انا عامله ده؟ ألف كده هو في الارض مين السوبرفيشال ومين الديب؟ يعني مين العضله اللي هتبقى عليه في الحته دي كده؟ ومين العضله اللي هتبقى ديب له هنا؟ والارنر والبريكال ارتري وضعه ايه بالنسبه له؟ تريبل ريليشن. علاقته بالارنر بالبريكال ارتري تريبل ريليشن. ايه هم التريبل ريليشن الثلاثي؟ كان لاترال وعمل كروسنج لسوبرفيشال وبقى ميديا. متغطي بالبايسنس تحت تحتيه التراكيالس. فين الارنر نيرف بالنسبه له؟ لما احب احط الالنر نيرف، مش الالنر نيرف يكمل ولا يختفي في النقطه دي؟ بقى في البوستيريو كومبارتمنت، يصح اجيب علاقه بينه وبين الميديال نيرف؟ لا ورا. طيب لما دخلنا هنا في المنطقه دي وجه من ورا وقلت وعدى من هنا، يبقى جنبه ولا هيسحب في المكان ده تحت الالنارس؟ هيبقى تحت الالنارس الالنر نيرف تاركا للميديال نيرف زي ما انت سالتني تحت السوبرفيشاليس مش تحت الالنارس. وصلت ولا لسه؟ ايه البرانشز بتاعته في منطقة الارض؟ نو برانشز. شكرا.